تكسرت أسنان هذه الطفلة داخل الفصل الدراسي بمجموعة مدارس تاريكت بقرية تاسوسفي بنواحي تاليوين، والذي كسر أسنانها حسب إفادات التلميذة وأسرتها معلمها الذي فاجأها بضربة قوية فقدت على إثرها أسنانها الأمامية. كنت خد زمان هنا في الجامع في الدورني شوية جاو الدراري قال لي كي المعلمة ضربت الدرية وشيت عنزو قال لي هو ضربتها، قلت لي كي درت قال لي ضربتها هنا وطاحت فوق الطبلة. المهم من بعد كنمشيو كنطلبوا زعما الصلح ولا شي حاجة، نكونوا نديروا شي حاجة بيناتهم. السيد ما بغاش الصلح، ديما كيتكبر على السيد، قال لي اللي عندك سير ديرو جري طوارك سير جري جهدك. وفور علمها بما وقع أوفدت نيابة وزارة التربية الوطنية بترودانت لجنة إلى عين المكان وأنجزت تقريرا حول النازلة، لكن وبعد فشل محاولات الصلح وتمسك أسرة التلميذة بحقها في متابعة المعلم تم اعتقال هذا الأخير على ذمة التحقيق. على حسب ما يقول الأستاذ أنه هو دار شي حركة هكاك وتخلع التلميذة وضربات في الطاولة وطاحوا لها السنينات، هذا ما قال الأستاذ. تم إفادة واحد اللجنة المتكونة من السادة المفتشين إلى عين المكان الذين أنجزوا تقرير في الموضوع، ولكن من لجنة التقرير نتفاجأ أن الملف أخذ منحة ديال القضاء وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته احنا وقفنا الإجراءات ديالنا الإدارية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بصفة عامة نحن التوجه ديالنا في التوجه العام ننبذ العنف. وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته الفيصل في هذا الحادث يبقى العنف المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا ظل يشكل محور العديد من الأنشطة التحسيسية في مختلف الفضاءات التربوية.